الخير. معانا النهارده وحش من وحوش البيزنس ديفلوبمنت محمد نجاتي، السي سي او للابلكيشن حالا، كو فاوندر في الابلكيشن. بصراحه عاملين شغل هايل جدا جدا جدا. ازيك يا نجاتي؟ ازيك؟ انا مبسوط جدا ان انا قاعد معاك. ربنا يخليك. احنا فايرد مؤمنين جدا ان كل واحد عنده بوتنشلز، تمام؟ ودورنا كده ان احنا نحاول كل واحد يوصل للتراك بتاعه. فبما اننا النهارده في ايفنت خاص بالبيزنس ديفلوبمنت، فافضل واحد نساله بقى على شويه تيبس كده عشان الناس اللي حابه تبتدي الكارير او تشفت الكارير بزنس ديفلوبمنت هو نجاتي. ما شاء الله يخليك. اسال يا باشا انا هجاوب. طيب اول حاجه، بس ازاي ابدا كارير بزنس ديفلوبمنت؟ طيب انا بدات كاكونت مانجر في فاول، وبدات برول بسيط جدا، كنت بركب اليوفط في الشارع. جميل. بالاخر كده كان الرول بتاعي ان 2 كيلو في 2 كيلو مصر متقسمه، وبنزل بتفق مع البقال او الصيدليه او حتى الاكبر شويه مكتبه، اوقع معاه واركب اليافطه على طول كده. بس كده كانت دي الشغلانه. واحده واحده بقى تدرج الوظيفي لغايه ما الحمد لله ربنا كرم يعني. فتبدا ببدايه بسيطه، مش لازم تبدا كبير يعني. حلو. هل يبدا بماركتنج بسيلز ولا يبدا بايه تحديدا؟ ولا بقى دلوقتي في تراك على طول بزنس ديفلوبمنت؟ دلوقتي الدنيا اتحسنت شويه، بقى في بزنس ديفلوبمنت واضح. زمان ايام انا ما بدات ما كانش فيه. سيلز احسن عشان يجيب فلوس يعني. جميل. طيب ده هياخدنا للسؤال الثاني، ايه التريتس او الكواليتيز للشخص البزنس ديفلوبمنت بروفيشنال؟ هقولها اكتر في الورك شوب هنا يعني، بس بسرعه كده. انه يبقى بيعرف يتعامل مع الناس، يبقى بيفهم في الارقام، يبقى عنده احساس بالماركت، يبقى فاهم الماركت كويس، يبقى عارف يودي البراند بتاعه في الحته الصح مع الناس الصح في البارتنرشيبس والشراكات اللي بيعملها، ويبقى بيفهم في البرودكت ديفلوبمنت، لان كل حاجه بقى فيها تكنولوجي والبرودكت ديفلوبمنت بقى مهم قوي. جميل. طيب ده ياخدنا بقى للسؤال اللي بعديه. انا بلاقي ناس بتقدم معانا كتير، سواء انتري ليفل او بروفيشنالز، بس يعني معظمهم السي في مش بيعبر عن الكواليتيز بتاعتهم. يعني لو انا فيها التريتس والكواليتيز اللي انت قلت عليها دلوقتي، ازاي امنشن ده في السي في بتاعي؟ والله يعني هقول جمله بتكسر القواعد شويه، بس انا ما بقراش سي في. ولا انا بحب اقفش الزبون. بالظبط. بس يعني معظم الشركات بتبدا الاول بالسي في، فاللي يمن يعني امنشن ايه في السي في؟ انا بشتغل ان حد بيقول لي في واحد كويس في شركه كويسه بالسمع كده. حلو. ريفيرنس. بنقعد معاه، لو الشخص كويس بناخده، لو الشخص مش كويس ما بناخدوش. بس وممكن حد يبقى حتى يعني في اتنين معايا في التيم دلوقتي، دي اول شغلانه ليهم بادئين فيها وماشيين كويس يعني، فاهم؟ مش الاكسبيرينس كويس جدا طبعا ومهم جدا، بس في ناس لسه بادئه كويسه برضه. حلو. طيب معلش برضو السؤال الرابع اللي يعني هسالك عليه، انت قلت حد هيجي لي ريفيرال وانا ممكن ما اقراش السي في واقعد معاه، ايه بقى الاسئله اللي انت بتسالها عشان تقيم عليها الشخص اللي قصادك ينفع او بيفت للبزنس ديفلوبمنت بوزيشن ده؟ والاجابات اللي انت بتشوف هو ده اللي انا بدور عليه. بضايقه في الانترفيو، بعصبه. شكرا يا جدع. فبشوف هيرياكت ازاي. جميل. انما مفيش توبكس معينه او سيتويشنز معينه بتساله عليها؟ لا. جميل. بصراحه يعني لا، صدقك. طيب اخر سؤال، وده برضه هيفرق اي شخص بيشتغل عن التاني، البرفورمانس. انا عشان اميجر البرفورمانس بتاعي سواء انا او الدايركت مانجر بتاعي، ايه الميجرمنتس او الكي بي ايز اللي بيتقاس عليها شغل البيزنس ديفلوب؟ فلوس. فلوس بس. مش بارتنر شيبس زي ما انت علمتنا؟ بارتنر شيبس بتجيب فلوس. حلو. فالمحصله النهائيه فلوس. فلوس، ريفينيو. تجيب فلوس وتاخد فلوس. انتو ذا بوينت. بس انا مبسوط جدا ان انا كنت قاعد معاك يا نجاتي، يمكن دي تاني مره اقابلك فيها. ربنا يخليك. واول مره كنت انا حد بسمع لك وبتعلم منك وما زلنا بنتعلم منك، والتيبس دي موجهه لاي حد عايز يبتدي او يشفت لكارير بزنس ديفلوبمنت. بشكر نجاتي مره ثانيه. بشكرك على ان انتوا معانا النهارده في الورك شوب. على ايه بس حبيبي؟ من الناس اللي رهنت علينا عشان الناس تعرف تجيب فلوس. احنا بيك فانز من زمان. ما شاء الله يخليك. ثانك يو. شكرا. شكرا نجاتي.